مرة أخرى نعود إليكم وبنواصل يعني رؤية أطراف مختلفة للوضع الحالي وإيه اللي ممكن يحصل. يمكن أستاذ ممدوح إسماعيل قدم لنا رؤية والأستاذ عبد الرحيم علي قدم لنا رؤية يعني مخالفة. قبل ما أرجع للأستاذ عبد الرحيم ويكمل أو أستاذ ممدوح كان عنده تعليق، دكتور كمال موقفك بين هاتين الرؤيتين؟ لا، هو الوقت إحنا بالنسبة لمسألة الحرب، أن يقول أحد أن تحت ضغط مشاعر الناس أو كذا ان احنا نعلن حرب على اسرائيل الان، فده طبعا احنا كما هو معروف ان انت بتبدا الحرب تعرف ميقات بدئها لكنك لا تعرف موعد انتهائه. ومن ثم انا بنظر الى ان لو احنا هنشوف زي ما بيقولوا في العلوم السياسيه اولويه ما هو يعني ما يجب ان يوضع على اجنده الوضع في مصر، فانا بنقول اولويه الاستقرار الداخلي وأولوية الانتقال السلمي بنوع من الأمان والسلم إلى حكومة مدنية أو إلى حكومة مدنية، يعني من غير العسكر، لأول مرة تكون حكومة منتخبة، ثم يكون لكل حادث حديث، وبرضه يكون لكل حادث حديث إنها تبقى أولوية الوضع الداخلي في مصر لوقت طويل حتى تستقر الأمور وحتى تعالج المسائل الاقتصادية، تعالج المسائل. لما تقول وقت طويل بتقصد إيه بوقت طويل؟ لأن بعض الناس ترى 3 ساعات وقت طويل وبعض الناس ترى 3 قرون وقت طويل. لا، يعني هو مثلا مسألة الاستعداد لحرب، عشان تحارب النهاردة يعني تحارب إسرائيل أو تعلن الحرب على إسرائيل، ده قرار صعب جدا. لا، هو الأستاذ ممدوح بيقول بشكل واضح أن المواجهة آتية لا محالة وعلينا أن نستعد لهذه المواجهة منذ الآن، وما أعتقدش أن في حد بيختلف. يعني لا بد أن نستعد بغض النظر عن فكرة مسألة المواجهة. الاستعداد ده ومسألة زي ما احنا قلنا في الكلام في الأول أن دي تبقى مطروحة، لأن احنا أمام دولة مش دولة كبقية الدول، ولكن دولة لديها مشروع، وهذا المشروع حتى في الجزء الصغير اللي هي تعاملت به مع المسألة المصرية والدخول إلى الحدود وكذا، تعاملت بها من قبيل أن إسرائيل لا يقتل لها أحد ثم يعني تترك يعني ثأرها. ثم ثأرها، واحنا ايضا وبالتالي وبالتالي اشتغلت بهذه القصه. ايوه، لا يقتل لنا احد دون ان ناخذ ثأرنا. هل ده معناه الحرب بقى يا استاذ جمال؟ هل ده معناه الحرب؟ كويس، يعني احنا يوم ما سليمان خاطر قتل 7 من الاسرائيليين عامدا متعمدا، ما قتلهمش بقى قال ان انا بجري ورا ناس ولا بتاع، يوم ما ايمن حسن في سنه 90 دخل وقتل 21 منهم 3 ضباط، هل اسرائيل اعلنت الحرب على مصر؟ لا، حسني مبارك قدم لهم اكثر من الحرب. حسني مبارك دخلهم السجن الحربي وقتل سليمان خاطر. انا ما بقولش لا لا لا، حسني مبارك قدم لهم اكثر من الحرب ودخلهم السجن الحربي وقتل سليمان خاطر. يعني بعد 3 جمله كانوا تفصيل. لا، اسرائيل عارفه ان حسني مبارك قدم لهم مميزات اكثر من الحرب. انا بتكلم على رد الفعل، وانت النهارده لو في جندي مصري قرر انه يدخل يضرب 20 اسرائيلي هتدي له تحيه في ميدان التحرير هنا؟ طبعا المجلس العسكري. طب خلاص، لا احنا الشعب انت بتتكلم عن الشعب دلوقتي. خلينا لسه ما كملش رؤيتي. وبالتالي احنا عايزين نقول ايه؟ ان اسرائيل لديها غطرسه معينه ولديها تصور معين. ممكن يكون من دخل وجرى، وحتى في بعض الناس بتتحدث عن حق اشبه بحق الاتراك سابقا في مساله تعقب الاكراد داخل سيناء. احنا عايزين وبالتالي في ناس بتتحدث عن مسألة حق الإسرائيليين في أن يدخلوا سيناء ليتعقبوا مثلا من دخل فلسطين. يعني هذه الحقوق يا دكتور كمال أعتقد أنه بتنظمها قوانين ومعاهدات. لا، غير قوانين ولا حاجة. هي بتدخل بتتعقب، واخد بال حضرتك ازاي؟ باعتبار ان احنا مش هنحمي له حدود يا استاذ جمال. ما انا عايز اقوله، حتى هو حضرتك الاسرائيليين تعاملوا معانا وكاننا حراس لهذا الجزء. أيوة، من الحدود. انت خد وحيد. وده احنا بنرفضه. ايوه، وده احنا بنرفضه. طب ولذلك دخل من عندك ليه؟ دخل من عندي يا سيدي. لحظه، دخل من عندك لحظه. وبالتالي احنا بنتكلم، سبته ليه يخش؟ احنا بنتكلم، انت مسؤول عن ده. احنا لسنا لحظه بس، انا مش هشتغل حارس للحدود للكيان الصهيوني. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان الملاحق الامنيه في كامب ديفيد لابد ان تراجع. صحيح، انت واخد بال حضرتك ازاي؟ خاصه الجزء المتصل بمنطقه جيم، انت واخد بال اللي لا يوجد فيه. احنا النهارده لما جينا ندخل تحت ضغوط امريكيه اللي هي العمليه نسر. نعم، اللي قامت بها القوات المسلحه وكذا ومطلق عليها العمليه نسر، ودخل والناس دخلت، كان جزء منها ضغوط امريكيه واسرائيليه على زعم ان هناك قاعده وهناك كلام زي كده. وطبعا هذا الكلام غير حقيقي، لا توجد قاعده ولا حاجه. انا بقول ان بتوجد
جماعات لها طابع مهدوي سواء في منطقة غزة أو في كذا، وهذه يعني طابع مهدوي، يعني طابع مهدوي يعني بالحديث عن رايات سود وعن نعم. نهاية العالم وعن 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 أن الشر يعني غلب وأن إسرائيل لابد أن ندخل معها. بس هذه الرايات نفسها كانت موجودة في وقت من الأوقات في ميدان التحرير. لا دي مسألة، دي قصة تانية. احنا بنتكلم على ان الرايات اللي كانت موجودة في ميدان التحرير كانت اشبه بتعبيرات الرايات السوداء كانت موجودة في ميدان التحرير. لا دي راية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني راية النبي صلى الله عليه وسلم اضيفت لها لا اله الا الله محمد رسول الله، كانت السوداء اصلا العقاب لدى قريش. هو النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ رايات عديدة، ولكن فكرة اللي هي الرايات السوداء ودي كانت شعار العباسيين وغيره، اللي هي فكرة فيها جانب اقتحامي بيتبناها بعض الأفراد اللي هم يغيب عنهم الرؤية الكلية، وبالتالي بيبقى عندهم تعبير عن قدر من الغضب. هذا القدر من الغضب أشبه حتى في موجود في الحضارة الغربية، زي الجماعات اللي كانت بتنتحر انتحار جماعي، زي جماعة المعبد في الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة جون جونز، وإن كان في أم بتسقي ابنها السم. فأنا قصدي أقول بتبقى في حالة أقرب للحالة العصبوية أو الحالة العقلية، أنت واخد بال حضرتك إزاي، وبتدخل في مسألة نفسية أكتر منها أي حاجة. وعليه دكتور وعليه نحن لا نريد أول حاجة منطقة سيناء يجب أن تكون حرة كاملة، وما يجري فيها هو شأن داخلي مصري، وإن كان بديفد الملاحق العسكرية فيها لابد الجزء الجيم. خلينا نتفق طيب على الفكرة اللي حضرتك بتطرحها ونسأل فيها الأستاذ عبد الرحيم ونسأل فيها الأستاذ ممدوح. يعني فلنجني ثمار، أنا عايز أقول الخلاصة، لا نتفق جميعا على أن يكون هناك مطلب واحد وهو تعديل الملاحق الأمنية تمام في اتفاقية كامب ديفيد، وأن نحصل على تواجد الحتة يعني بس اللي أنا عايز أكد يعني على أن التضخيم أو النفخ في مسألة القاعدة في سيناء ومثل هذا الكلام هو جزء من تحليلات إسرائيلية وتحليلات غربية بتحاول أنها تضخم مسألة وجود القاعدة عشان تعطي للموضوع بعد دولي في سيناء، وإن ما يبقاش بشأن داخلي مصري، لأن هنا القاعدة وتشبيهها بوزيرستان، وحتى التحليلات اللي بيقول على الأستاذ عبد الرحيم دلوقتي فيما يتصل بإيران قريبة من سيناء وكذا، دي كلها تحليلات إسرائيلية وتحليلات غربية، الهدف منها ان مصر غير قادره على حمايه هذا الجزء من سيناء. وبالتالي اعتقد ان عبد الرحيم من حقه لا لا عادي بس حقيقة يعني انا صراحه على اغلبيه من حقه ان تحليلات من هذا القبيل. انا عايز اقول عايز اوصل لنتيجه ان سيناء هي شان داخلي مصري، وان ما يجري فيها هو شان مصري ولا بد من ملاحقه القاع. احنا مش مختلفين على النقطه دي. اللي بيقولوا ان هناك يعني بعد اقليمي لهذه المساله تحرك يعني اغلبها تحليلات امريكيه واسرائيليه. كامل مع الاستاذ كمال حوالين اعاده النظر في الاتفاقيه الامنيه. ليه انت بتتكلم عن 220 كيلو مفهوم فيهم 750 كل عسكري، ودي مساله غير مقبوله. والعك على عكس ما يقوله الاستاذ كمان، دي تحليلات امريكيه وتحليلات اسرائيليه. انا عبد الرحيم علي المصري المولود من ام واب مصري، تحليلات منيويه يا استاذ عبد الرحيم. بقول انه في تنظيم بالفعل كان موجود في سيناء من 2002 اسمه تنظيم التوحيد والجهاد، عمل طابة وعمل شرم الشيخ وعمل دهب، هؤلاء ناس مصريين أسماءهم معروفة زي خالد مساعد وخميس الملاحي، أسماء معروفة وكان ليهم كتب وكان ليهم مراجع وكان ليهم حاجات وكان ليهم بيانات وكان ليهم كل، وفي ناس منهم موجودين في السجن الآن وفي ناس محكوم عليهم بالإعدام. هؤلاء الناس عملوا نوع من التوأمة مع الجيش الإسلامي في غزة بقيادة ممتاز دغمش، ودخلوا وخرجوا وتدربوا وتبادلوا المعلومات واشتركوا مع بعض في المشهد الحسيني في 2009. يعني لدينا منطقة ساخنة. ضيف إلى ده يا عبد الرحيم انت لسه 16 واحد صار ما غيرتش حاجة. انا بتكلم على نيابة، ما هو لا اسمعني بس، الكلام ده موجود في نيابة مش حسيني، لم تفهم النيابة حتى التأمين جيش الإسلام. لا 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 التأمين جيش الإسلام ثبت أن هذه المسألة مش متهم. أنا بقول لك وجهة نظري طلع عملية كلها ملفقة حتى الآن من بحث عمد الله المتهم اللي عملها. الناس اللي موجودة دي ضيف إليها التعامل الأمني الغبي اللي أنتج إنه في بعض الناس هناك دلوقتي عليها 250 سنة، في واحد يبقى عليه 250 سنة غيابي،
طب ده ملاجه ايه؟ يعني يتصرف مع الحكومه ازاي؟ غير انه بخارج تماما عن القانون. ناس تانية هربانه من السجن. طيب. من السجون في كله ده اتلم على بعضه وقرر مواجهه الاجهزه الامنيه. طيب داخل انا فوجئت دلوقتي ان انا قدامي 30 ثانيه. فانا محتاج اسمع تعقيب سريع وكلمه اخيره من الاستاذ ممدوح اسماعيل. تقول ايه في النهايه استاذ ممدوح؟ اعتقد ان احنا ينبغي للحكومه المصريه او السلطه سواء المجلس الاعلى الان ان يتخذ قرار فوري باعاده ترتيب العلاقه، واسرائيل تشعر ان في مصر نظام جديد. يعني لابد من يعني طرد إيه؟ السفير كاعلان حاله من حالات تشدد الوطن المصري مع ما حدث في سيناء. طرد السفير الاسرائيلي، سحب السفير المصري، وده اعلى موقف في التوتر بين دولتين في القانون الدولي. لابد ان تشعر اسرائيل ان مصر لم تعد مصر مبارك، مصر في اراده شعبيه تفرض رايها على المجلس الاعلى سلطه في مصر. اشكرك استاذ عبد الرحيم. بشكل سريع، بشكل سريع، اذا طردنا السفير الاسرائيلي واستدعينا السفير المصري وحدث اعتداء بشع على غزه بكره، من يتفاهم مع اسرائيل؟ شكرا استاذ عبد الرحيم، اتفضل. انا بقول ان لابد من ان تكون السياسه الخارجيه المصريه استجابه للهويه المصريه الجديده اللي بعد الثوره، وان تلك تحتاج الى ترتيب اجنده السياسه الخارجيه المصريه، بحيث أننا لن نكون مرة أخرى أمام عودة لنظام مبارك. وإن كنا غير قادرين على الحرب الآن فعلينا أن نستعد لها، أن نستعد لها. بقول لحضرتك أنه دلوقتي إسرائيل تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد ضيفنا الذي كان في الفقرة الأولى أحمد الشحات بسبب إنزاله علم إسرائيل من السفارة الصهيونية. ده نقلاً عن بوابة الوفد من مصدر بوزارة الخارجية. الحكومة الإسرائيلية أرسلت وفداً رسميا لتقديم بلاغ الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ووزير الداخليه ضد احمد شحاته. معناه ان ما فعله طبعا أحمد مؤثر جدا، يعني كان مؤثرا. يعني انا عايز اقول ملحوظه ان انا بلغت احمد شحات ان انا قاعد مجلس نقابه محامين رئيس لجنه عامه حقوق الانسان مع 150 محامي جاهزين معه ان شاء الله في الحضور في اي لحظه، بلغته اثناء خروجه من الجلسه. واحنا كده يبقى احنا نوصل لمرحله زي عادل امام، يانا السفاره في العماره، قلب العماره. احنا بنحيي احمد الشحات على ما فعله طبعا، لان اعتقد ان انا بدعو اخواننا المحامين وكان تعبيرا حضور بالالاف من النائب العام. بشكر استاذ ممدوح اسماعيل، بشكر استاذ عبد الرحيم علي، بشكر دكتور كمال حبيب، وبشكركم جميعا. وما زال الملف مفتوحا، وغدا يوم اخر ان شاء الله. تابعوا.